حضرة معالي وزير الثقافة الشيخ نهيان بن مبارك النهيان، الرسميين الكرام، سعادة السفير حسن سعد، أصدقائي جميعا، العائلة العربية كلها المجتمع هون. أنا بدي بلش أقول مساء الخير، مساء النور، مساء الأمن، مساء السلام واللي بحبوا السلام، مساء أمن وأمان أوطاننا واللي بحبوا أمن وأمان أوطاننا. مساء هالأرض الطيبة الشعب المضياف وقيادتها الكريمة حكيم يلي ما وقفت نهار تبهرنا بإنجازاتها الكبيرة. مسا هالبيت العربي الأصيل يلي حاضن العيلة العربية كلها، يلي مشرع أبوابه للحياة وللعصافير وللسواح وللشمس. مسا هالمينا الأمين يلي ما وقف نهار يضويلنا أناديله من لما ضربتنا ظروف الحرب ورميتنا ببحر العتمة، ومثل امبارح واللي قبله واللي قبله اليوم الحقد مرة جديدة بيضرب لبنان، واللبنانية مرة جديدة بيدفعوا من أرواحهم الثمن. مرة جديدة هن الضحية، ومرة جديدة بيدفعوا ثمن مصالح سياسة الدول الكبيرة على أرضنا. باسم اللبنانيين جميعا الموجودين والغايبين يلي مسحتوا من عيونهم كل يوم كل دمعة، باسم الفرقة الموسيقية بقيادة إيلي العليا، باسمي، باسم الخير، باسم المحبة، باسم الأخوة، نشكركم على كل القيم يلي أنتم بتمثلوها إلنا، على كل دمعة مسحتوها من عينينا. الله يديم هالأرض مباركة على الدوام، يبعد عنا الأشرار وتبقى حرة من صانع على مدى الأجيال. شكراً لكم.